خوتي وحبابي اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في هذا لا فيديو هذه اللي ان شاء الله كيف ما كتشوفوا الاجواء دابا لوغ دي بوينت كنخرج من الخدمه مع الربعه وانا دابا باقي غير في الدخله ديال لوتوروت اللي خدات ليا تقريبا 26 دقيقه يعني كاين ترافيك بزاف 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 خوتي واحد الدرجه اللي ما تتخيلوش ولكن الغرض ولا الهدف من هذا الفيديو هذا هو انني بغيت نوريكم بالرغم من هذا الترافيك هذا وبالرغم من هذا الازدحام اللي كاين في لوتوروت ردوا البال ولاحظوا على انكم ما غاديش تسمعوا نهائيا لا كلاكسون. هذا الشيء علاش كيخلي الناس من بعد ما كيهاجروا البلدان اللي هي راقيه الشعب اللي كتلقاه واعي الشعب اللي كتلقاه متحضر كيعيش واحد المده اللي هي مثلا واحد نقولوا حنا غير عامين 3 سنين 4 سنين وكيرجع للبلاد ما كيقدرش يتادابتا ما كيقدرش يتاقلم مع السيستم ديال البلاد. علاش؟ لانه كيعيش في واحد البلاد ما فيهاش الفوضى. كيف ما غادي تلاحظوا حنا دابا كاين زحام في لوتوروت والحاجه اللي غادي تلاحظوا ان حتى شي واحد ما تيكلاكسوني ولا شي واحد اللي مزروب خصو يبدا يكلاكسوني باغي يوصل بالزربه الى اخره. ولو ضل حتى 3 سوايع 4 سوايع روطار فانت كتحترم يعني عارف بلي راه كاين زحام يعني اوتوماتيكمو كتشوف الزحام بحال ما كون كتشوف ترافيك كتعرف بلي راه لوتوروت عامره ما كاين لا داعي الانسان يبدا يكلاكسوني ولا لانه حنا فريمون انا عشت في راه حتى درت 30 عام وعايش في المغرب انايا يعني كيف ما كنشوفوا حنايا كيكون مثلا غير الضو الاحمر غير الفو روج يعني الانسان فاش يوقف في الفو روج اون فوا كيشعل داك الضو الخضر داك اللورا اللي كتبقى تسمع تيكلاكسوني والبلبله والصداع وواحد الفوضى كنشوفوا اللي الصراحه لا داعي لها ما كاينلاش الانسان الانسان خصو يخدم العقل ديالو يعني ما حنا راه اصلا راه عيب انه الواحد يكون غادي في شي طريق ويدير الكلاكسون يعني الانسان هنايا فاش كيخدم الكلاكسون ديال الطوموبيل معناته على انه الانسان كيف ما تيقولوا هنايا انسان هماجي ما مربيش ما متحضرش. ها نتوما اخوتي قدام عينيكم غادي تشوفوا حنا غادي في الزحام انا دابا الطوموبيل راه واقفه 26 دقيقه ولا غادي دابا نص ساعه وانا واقف في لوتوروت ما هكا يعني وما تسمع لا كلاكسون لا حتى شي حاجه. ها نتوما قدام عينيكم اخوتي هذا هو المعنى الحقيقي ديال الناس متحضرين الناس مربيين. راه كيف ما تنقول لكم راه التغيير اخوتي في اي بلاد التغيير اول شيء تبدا من الشعب. إذا كان الشعب متحضر الشعب واعي الشعب عارف القانون الشعب عارف اللي ليه وعارف اللي عليه فأكيد أن البلاد غادا تمشي مزيان وهذا خير دليل يعني كيف ما كتشوفوا ما كايناش الفوضى ما كاينش الكلاكسون ما كاين حتى شي حاجة الناس غاديين بشوية عليهم لأنهم عارفين راه كاين ترافيك والناس متفهمين هاد القضية هادي وغاديين بلا فوضى بلا حتى شي حاجة ما كيتسنى ولا ما عمري هنا بعدا اصلا ما عمري شفت مثلا في لي فيغوج كاين بوليسي ديال سيركيلاسيون ولا قليل فاش يكون مثلا واحد البلاصه اللي فيها الفيغوج في شي مشكل ما خدامش ولا شي حاجه تما فين تيكون البوليس كيقادو السيركيلاسيون. اما هنا في المغرب كتلقى الفيروج كتلقى البوليسي اللي تيريقل اللي تيقاد لا سيركيلاسيون ومع ذلك كتشوف الفوضى وكتشوف الكلاكسون الى اخره. داك الشيء علاش راه باش تكون نظام وتكون تحضر ما كيحتاج لا بوليسي ما كيحتاج لا مخزني يهز على الكزروطه لا حتى شي حاجه. كنبدا من راسي انايا انا نكون مزيان وماشي سوقي في الناس الاخرين ماشي اما مشيت واحد البلاصه شفت فيها الفوضى حتى انا صافي غنكون فوضوي بحالهم لا نبدا براسي انايا نصلح راسي ديك الساعه الناس الاخرين كل واحد يحاول يصلح راسو وكاك راه البلاد غادا تمشي مزيان اخوتي. هي صراحه كاين المعاناه بالنسبه سيرتو الناس اللي كيخرجوا في هذه الوقيته هذه ديال لوغ دو بوينت مع الربعه ثلاثه ونص ثلاثه كيكونوا مشاكل في الطريق لان كيف ما عارفين موريال موريال تقدر تشبهها بكازا بلانكا ديال المغرب. موريال هي كازا عامره بزاف يعني تيكون فيها في هذه الوقيته هذه ديال الربعه ثلاثه تيكون الترافيك بزاف يعني كتعول مثلا الا كانت الطريقه تاخذ لك مثلا واحد 20 مينيت ولا 30 مينيت باش توصل للدار غادي تعول على الدوبل تقدر نص ساعة ولا حتى لساعة ونص ديال الروطار باش توصل للدار. احنا من قبيلة غاديين يعني انا غادي ما غادي ب 15 في الساعة ولا 10 في الساعة ما كيف ما كتشوفوا قدام عينيكم. ولكن ركزوا ليا انه ما كاينش الكلاكسون كاينش ما تسمعوش الكلاكسون نهائيا احنا غادي مشوية علينا والزحام وما كاينش تخيل دابا
غادي في المغرب مثلا في لوطوروت فيها الزحام بحال ما كان عليك تزيد تسمع الكلاكسون طي 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 بحال هذوك اللي القدام وقيلا غيديروا جناوح وغيطيروا باش تكليتي كلاكسون اللي يفتحوا ليه الطريق. كاينش المنطق والله خويا ما كاين المنطق. الفوضى الفوضى الفوضى. علاش حتى حنا ما يكونش عندنا الصبر بحال ما هكا وغادين بلا كلاكسون بلا حتى شي حاجه؟ راه التحضر زوين اخوتي، راه التحضر هو اساس التقدم. اي بلاد الا كان الشعب ديالها متحضر، الشعب ديالها واعي، الشعب ديالها يعني ما فيهش الفوضى، فاكيد سي سيغ ان البلاد غادي تمشي مزيان. ولما لا ما تكون البلدان ديالنا حتى هي الا كان الشعب ديالها واعي ومتحضر، علاش اللي ما تكونش هي احسن من كندا واحسن من اوروبا واحسن من استراليا واحسن من امريكا؟ راه يمكننا نكون احسن من هاد البلدان هادو، ولكن خاص الشعب ديالنا يتغير. هذا الترافيك اخوتي تنظن باللي راه ماشي نورمال، كنظن تنظن باللي ممكن تكون شي اكسيدون القدام ولا شي حاجه، لانه يعني مولف تيكون ترافيك ولا كيمشي بحال هاد النهار هذا. باش نضل انا غير في الدخله دابا ديال لوتولوت تقريبا هاي 32 دقيقه، راه ضروري غتكون شي حاجه كاينه القدام. ها نتوما معايا اخوتي غادي تكتشفوا معايا شنو كاين القدام، ما عرفتش. واللي غادي تلاحظوا انه السما زرقاء، الجو اليوم زوين زوين. وكيف ما لاحظتوا الفيديو اللي لحقت لكم البارح، يعني ديك الطومبيت اللي طاحت وبارطاجيت معكم الاجواء فاش كنت غادي للخدمه ديالي الصباح بكري، كيف ما شفتوني خرجت مع 6 الصباح باش ندير نجي الطوموبيل الى اخره. كاينين بعض الناس ما عرفتش انايا ما عرفتش، ومع العلم انا كنقول لكم في الفيديو دائما تقول في الفيديو بحال هاد لي طومبيت هادو راه ما تيكونوش ديما، راه ماشي حنا ديما يعني شاك جوغ تنخرجوا الصباح تندير نجي الطوموبيل الى اخره. راه في الشهر تيكون واحد طومبيت ولا جوج، لا ممكن شهرين عاد كتجي شي طومبيت. كاين واحد اخر بدا يحسب ليا بالنهار، كل نهار قال لك مثلا كتاخذ لك نص ساعه باش ديني يجي، في يومين ساعه وكذا، وادي حسب العام وكذا وادي. قال لي العذاب الاليم، قال لك احسن حاجه نبقى عايش غير في بلادي والشميشه والبحر الى اخره. وي راه غتبقى عايش في بلادك بخير، ولكن في بلادك انت كتقول عايش بخير. اللي سولتك شكون اللي كيصرف عليك تقول لي عايش في دار والدي معزز مكرم، ولكن واش هاد الوالدين هادو اللي كيصرفوا عليك دابا في الله يطول لهم الله في العمر، واش غيدوموا ليك؟ واحد النهار غيفارقوا الحياه كيف ما حنا كاملين غادي نفارقوا الحياه. من بعد واش هما اللي غيبقاو دايمين ليك؟ راه ما غاديش يدوموا ليك. راه واحد النهار خصك تخرج تعري على كتافك، واحد النهار خصك تكون مسؤول عن نفسك، لانه راه حتى شي حد ما غيدوم ليك. ماشي بحال هاد البلدان هادو، مع ولو انه كنعرفوا انه كاين صعوبه شويه في الجو الى اخره، ولكن ولو انه كاين صعوبه في الجو فهاد البلاد راه هي بيان ايكيبي، كتوفر لك ظروف العيش الكريم. لان ما كتشوفوا دابا راه الانسان راه كيطلع في السياره كيلقى شوفيه البيت ديالو شوفيه، القسم بالله راه الدري صاحبي راه مشى للمغرب دابا قال لي راه خرج مشيت تشري شوفاج، قال لي ما قدرش، قال لي البرد كيجيني البرد بزاف في الدار، مع العلم ان هنا في البيوت المنازل هنايا في كندا فالانسان تيجلس في ملابس صيفيه في المنزل ديالو لان كاع البيوت شوفي. كيف ما قلت لكم هاد الطومبيط راه ماشي ديما كنخرجوا كندينيجيو، غير في الاوقات اللي كتكون فيها الطومبيط صافي، وهاد الاوقات هادي تقدر تكون مره في الشهر مره في الشهرين باش طيح شي طومبيط. اما راه باقيه راه الجو عادي، راه كتفيق الصباح كتخرج في الوقت ديالك تديماري الطوموبيل كتمشي للخدمه نيشان. يعني نقدروا كاع في الوقيته ديال ليفير كامله تقدر واحد 4 حتى 5 المرات تخرج دير نجي فيها الطوموبيل، لان واحد 4 ولا 5 المرات اللي كطيح فيها الطوموبيل صافي. واليوم الجو كما كتشوفوا السما زرقاء، الجو زوين ولكن كاين البرد، حيت دائما فاش يكون السما زرقاء والشميشه تما فين تيكون البرد. اما راه الوقيته اللي تيكون تيطيح فيها الثلج راه ما تيكونش البرد، فاش تيكون تيطيح الثلج راه كتكون غير ناقص 2 ناقص 3 ناقص 4، وفاش تكون الشميشه بحال اليوم الصباح كانت ناقص 14 ودابا كاينه ناقص 8. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، وحنا باقيين واحدين في لوتوروت اليوم، انا غير نوصلوا بخير وعلى خير. غنوصلوا للدار اخوتي على جوج السوايع تيبان لي الا بقينا غاديين بحال هكا. واش كاين اخوتي سمعتوا شي كلاكسون؟ والو والله لا سمعتو.
وهادشي تقدروا تاخذوا عبره ديال الصبر، لانه اي حاجه الا ما كانش الصبر راه ما كاين والو. الصبر هو اساس النجاح، هو اساس اي حاجه غنديروا فيها يدينا. دابا كون كان بحال ما هكا في المغرب ولا شي حاجه، الكلاكسون والسطاع، وكاين اللي غيتنرفز غيحبس الطوموبيل وغيزيد يعرقل السير وطنود الفوضى والروينه، ما كاينلاش. مادام طريق اخوتي كاينه بحال ما هكا، كنظن بلي راه سي سيغ كاينه شي اكسيدون قدام، حيت ما يمكنش الترافيك هذا كامل، ما يمكنش، امبوسيبل. وي عرفتها، هما لي بومبي. وي والله الا كاينه شي حاجه قلتها لكم اخوتي عرفتها، اما البومبي كاينين هنا البومبيه، ماشي اكسيدون غراف غادي يبان لي. انتما غتشوفوهم اخوتي، نشدو اليسر ديالنا حيت الطريق مسدوده. عرفتها والله حتى عرفتها، حيت مايمكنش الترافيك هذا، مولف تيكون الترافيك وليك مشيت على الدرجه. هما البومبيه اخوتي كما كتشوفوهم، ها البومبيه، راه البوليس، ما عرف شنو كاين هنايا، راجر روماركا. بزاف واقيلا، بزاف ديال الطوموبيلات واقيلا شي يدخل في شي. ها هما البوليس اخوتي كما كتشوف، ها هو الروماركا جاهز الطوموبيل، واقيلا الطوموبيل دار شي كسيد اخر، جات شي حاجه ولا ولا مشخشخا. واو 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 واو، شتو اخوتي، هاي دابا الطريق عاد تسرحات الحمد لله. عرفت اخوتي كاينه كسيده، الله ينجينا وينجيكم اخوتي من الحوادث، والله ينجينا شر اي واحد عنده شي طوموبيل، الله ينجيه الشر. دابا هذا ما عرفتش واش تلقى الطوموبيل كليسات بيه ولا ما عرف شنو قالو، ولا كان ساهي ومشات به الطوموبيل. انسان ديما اخوتي خصو يكون كونسونطري في الطريق، لان الطريق راكم عارفين الطريق شو حول الافات، وما عمر شي واحد يقول لكم انا راه كنعرف نسوق ولا كان ما شي حاجه، لان واخا تكون تتعرف تسوق الطريق فيها الافات، ما تعرف شنو يخرج لك في الطريق، تقدر الطوموبيل تكليسي لك تقرب، ما عرفتش الطريق ما فيهاش الثقه. الحمد لله بعدا من الطريق تسرحات، عرفتها هذاك هو اللي كان حادث الطريق. والحاجه اللي نقول لكم اخوتي، دائما الانسان يحاول يخدم على راسه، يحاول يقلب على راسو، يحاول يدير المستحيل، يجتهد حتى لما ما عرف ما يدير. الانسان فقيته الفراغ ديالو يحاول يتعلم غير اللغه، يعني ان اللغه بحد ذاتها راه شهاده، اللغه بحد ذاتها راه تقدر بسبب اللغه انك تامل المستقبل ديالك، سواء تدبر على شي قاوريه ولا شي حاجه اللي ترتبط بها وتجيبك لهاد البلاد، لانه راه حتى الا ما كانتش عندك اللغه راه ما يمكن دير والو في حياتك، سيرتو بحال هاد البلدان هادو. اللغه مهمه 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 بزاف اخوتي. المهم اخوتي، كان معكم فيديو خفيف طريف، بارطاجيت معكم الاساس ديال الفيديو هذا، هو انه تشوفوا هاد الشعب هذا بشحال متحضر، يعني شحال وانتم غاديين معايا وشحال هي الطريق مبلوكيه، مع ذلك ما كتسمعوش كاع الكلاكسون، الناس غاديين ملتزمين، كل واحد شاد الطريق ديالو، كل واحد ملتزم بالطريق ديالو، غاديين بواحد الطريقه اللي هي حضاريه، ما كتسمعش البلبله، ما كتسمعش الصداع، ما كتسمعش الفوضى. هادشي اللي بغيناه نشوفو حتى في البلدان ديالنا. المدينه الوحيده اللي صراحه فاش كنت في المغرب كنمشي كنسافر ليها كنلقاها بنفس السيستم هذا، هو الشمال وبالخصوص تطوان. الله يعز الناس ديال تطوان، واحد الناس اللي هما حضاريين، الا لاحظتوها كاينين حتى الناس اللي هنا يقدروا ياكدوا الكلام ديالي. في تطوان اخوتي، اول حاجه الناس ما كيحترموا الممر الراجلين، ماشي بحال بعد، انا عايش في قنيطره بعدا ما كاينش الممر، ما كيحترموش ممر الراجلين، والله ما كيحترموا ممر الراجلين والكلاكسون والفوضى. داكشي علاش الناس ديال الشمال تقول لك علينا الداخل، حنا عروبيه وفريمون حنا راه عروبيه، لان لي فريمون فاش كنمشي للشمال اول حاجه كيحتارموا هما الراجلين، ما كتسمعش الكلاكسون بزاف. المهم بارابور مع المدن ديال الداخل كاين تحضر تما، عندهم الناس متحضرين بزاف، وهذه صراحه خصنا نعترفوا بها. الناس ديال الشمال تحياتي لكم من هذا المنبر هذا. المهم كان معكم خوكم فيصل في فيديو خفيف ظريف، نتمنى هاد لا فيديو هادي ولا هادشي اللي كنبارطاجي معكم هنا الاعجاب ديالكم،
ويزيد يحبكم في هذه البلاد هذه وتزيدوا تجتهدوا باش توصلوا للاحلام ديالكم وتحققوا داك الشيء اللي كتحلموا به. المهم ما بقى لي الا نقول لكم تهلاو لي فراسكم كاملين والسلام عليكم اخوتي.